ايوه يو، يعني هي الدنيا هتتهد. خير؟ عايزه مننا يا وش البومه تاني؟ ممكن تدخليني يا اختي؟ ايه الانكسار ده؟ خش. مين دي؟ دي نوالة خالتي جارتنا. نعم، عاوزة ايه؟ عاوزة اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومة جوزي. يا نهار ابيض، يا الف نهار مبروك يا اختي. روحوا روحوا ربلوا الشربات اواه. ايه؟ استني يا خالتي، هو اي فرح؟ تطلبي ايد مين لمين يا اختي؟ ده القعدة اللي بينا عايشين فيه ده. اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومة جوزي. شرع ربنا محلل للراجل اربعة، وانا بقى ست مؤمنه وطالبه الحلال لجوزي. حلال ايه يا وليه يا عايبه؟ يا حل وسطك يا بعيد. لو انت فاكره كل النسوان زيك خطفت رجاله، ثم تعالي هنا بقى. هو بقى رجعك عشان كده؟ قومي من هنا زباله الحريمه دي. قومي جاتك القرف. المحلل ومحلل، اطلعي يا اختي اطلعي. انا حق علي فتحت. انت هنا يا راجل يا قفص، اتفضلي. هقول ايه؟ ما هو انت لو راجل ما كنتش شجعتها بعد عملتها السودا وفضحتها ام جلاجل. لكن ازاي؟ راجل كل عشته مع البهاي، اكيد طبعا كرفوا عليه. اتوكل على الله من هنا. جرى ايه يا ولاه؟ في ايه؟ هي عاملين ريعه كده ليه؟ انت مالك انت يا برده انت؟ حدك حشرك حد جاب سيرتك واحده وباقيه على جوزها؟ انت مالك؟ لعلمك انا مستحملك برضو عشان الست جمالات. ما تسيبي صاحبة الشأن تقول رأيها. هو انت اللي ترحمي ولا تخلي رحمة ربنا تنزل؟ يا راجل انت اتهبلت ولا واخد لك حبيتين جراء؟ صاحبة الشأن مين دي اللي تقول كلمتها؟ انت شكلها راحت منك خالص. الست جمالات قالت ان هي مش عايزه تتجوز على دره عشان ما تظلمهاش. انا جايب الدره لحد عندها تطلب ايديها وتقول لها موافقه امين. عاوزه ايه تاني؟ يا خرابي، لا هي جايه بنفسها عشان تطلب ايد البنيه اللي بسلامته. لا حول ولا قوه الا بالله على ذل وكسره نفس البني ادم اللي تخليه يعمل ايتها حاجه. وبعدين معاكي بقى يا الله. ست جمالات، انا جاي وطالب ايديك على سنه الله ورسوله، وهكتب لك شقه مطرحين وصاله في عماره اللي فيها المحل. هكتبها باسمك بيع والشراء، وهشطبها لك سوبر سوبر لوكس، وكمان هجيب لك عفش جديد من دمياط، وكل اللي تطلبيه مجاب، وهعمل لك الخد ده مداس، والخد التانيه الفده التانيه من المداس. هو انت يا معفن يا متخلف، فاكر نفسك ايه؟ عشان راجل يبقى من حقك تتجوز وتطلق وتتجوز تاني؟ هو انت ما بتحسش؟ ما عندكش دم؟ ومراتك الغلبانه المسكينه دي ذنبها ايه تذلها وتهينها وتخليها تيجي تطلب لك ايد واحده تانيه؟ هو انت ما بصيتش لنفسك في المرايه قبل ما تسمح لنفسك انك تفكر تطلب ايدي؟ وانا برايك هبص لك على ايه؟ عشان ايه؟ انت اتفه واحقر من انك تكون بني ادم. عظمه على عظمه جولي جدعه بنت. انا هخليك انت والمحروسه قريبتك تيجي تلحسوا جزمتي عشان ما تردكمش في الشارع. طب قسما عظمه نرميكوا في الشارع رميه الكلاب حتى لو جبتولي من قارون. ماشي يا انا يا انت، هتقعوا مني فين؟ مش يا لحمه تجيني على المفرمه. يلا انت واقف هنا بتعملي ايه؟ ده هي انت ومراتك عليكوا على اللي عايز. شفتي يا كوريا الراجل الناقص قايل لك ده انتوا ستين نصين نصيب عليكوا كلكم.